السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الكيوتي ديزاينر ونكمل نشوف الويدجتس بتاعتنا. كنا واقفين عند هنا بنتكلم في الانبوت ويدجتس. طيب جبنا طبعا الكومبو وجبنا الفونت كومبو بوكس واللاين ايديت والتكست ايديت والبلين تكست ايديت والدبل سبين بوكس والتايم ايديت والديت ايديت والديت تايم ايديت والدايل، وعندك الهورجنتال بار والفيرتيكال بار والهورجنتال سلايدر والفيرتيكال سلايدر والكي سيكونس ايديت. تمام. طيب تعال نشوف كل واحده فيهم ونتكلم عنها شويه. اول واحده خالص دي اللي هي الكومبو بوكس. كل الفكره في الكومبو بوكس انك بتضيف اوبشنز اللي هي الدروب داون منيو. انت مثلا عاوز تضيف مثلا لو انت مثلا البرنامج الداونلود بتاعنا في بتاع اللي بيحمل من اليوتيوب كنا ضايفين فيه الصيغ بتاع الفيديوهات 720 مثلا 480، تقدر كليكين وتضيف اللي انت عاوزه 360 كده فضلت معايا اوكي. تيجي دلوقتي ترون فتلاقي 720 480 360 وكل حاجه موجوده، بتختار اللي انت عاوزه. تمام. طب بس لحظه نضغط هنا بره ونصغر الخط ده لحسن كده كبير قوي. بس كده. تاني حاجة الخاص بالفونت كومبو بوكس، يعني كومبو بوكس عادي بس خاص بالفونت، بتختار منه الخط اللي انت عاوزه. تنزل تلاقي كل الخطوط اللي موجودة عندك وتبدأ تستخدمها. وطبعا دي انشرحت في الكورس بتاع الباي كيو تي ازاي اصلا تعرف تاخد الفونت من دي وتستخدمها، الكورس اللي هو بالانجلش. تمام. طبعا مش لو انت عملت سيرش عليها هتلاقيها على طول، هي بسيطه يعني واحنا مش محتاجين نعرفها دلوقتي، مش هنتعامل معاها بس هي بسيطه. بعد كده هتلاقي اللاين اديت. اللاين اديت مجرد عادي بتكتب اللي هو مثلا عندك عاوز تعمل لوجن او ريجستر، فبتعمل مثلا تكتب هنا اليوزر نيم بتاعك محمود، وطبعا بتعمل حاجه للباسورد وتعامل زي ما انت عاوز. وعندك التكست اديت بتكتب جوه جلاية وطبعا بتكبره زي ما انت عاوز. البلين تكست اديت اللي هو عادي برضه تكست اديت هتضيف فيه اللي انت عاوزه، اختلاف ما بينهم مش كبير قوي يعني. السبين بوكس جواه قيم عاديه وانت تبدا تزود فيه، تضيف كده بس كل الفكره فيه. طيب الدبل سبين بوكس اللي هو فين ده؟ اللي هو ده دبل سبين بوكس تقريبا ما جبناهوش، يبقى احنا جبنا الدبل. يبقى اللي ناقص السبين بوكس لوحده. تمام. ده السبين بوكس وده دبل سبين بوكس، يعني ليه اكتر من فاليو. تمام. وعندك طبعا التايم اديت اللي هو بيتحكم في الوقت، الساعه اللي انت عاوزها وتتحكم منها اللي هو بي ام ولا اي ام ولا حاجه، ودي الدقايق طبعا زي ما انت عاوز. وده الديت اديت بتحكم في التاريخ بتاعك زي ما انت عاوز، ده خاص بالتاريخ. وعندك الديت تايم اديت يبقى ده خاص بالتاريخ وبالوقت، الاثنين مع بعض في كنترول واحد. تمام. كله طبعا كل واحد من دول ليه الكستمايزيشن بتاعه من البروبرتيز، بتجيب فيه اللي انت عاوزه. وانا اقول لك دلوقتي اغلب البروبرتيز اللي احنا هنستخدمها او اغلب الحاجات في بيرت اللي احنا هنستخدمها. وبعد كده بتيجي عندك السكرول دي، هورجنتال سكرول بار وفيرتيكال سكرول بار، وعادة مش هتستخدمها يعني. وعندك الفيرتيكال او الهورجنتال ده سلايدر، شايف كل ما بترفع كل ما بيتملى اهو، ده ستايل للواحد زي ده كده نفس الفكرة يعني، ليه الانيميشن بتاعه. وطبعا دي عشان خاطر الكي سيكونس اديت انا ما استخدمتهاش قبل كده، فانا مش عارف ايه استخدامها الصراحة يعني، ما بحثتش لان مش بستخدمها حد كده. تمام. دي الكنترولز للانبوت ويدجتس. لسه عندي الديسبلاي ويدجتس، تعال الاول نشيل دول. وعندي بقى الديسبلاي ويدجتس الليبل، تكست براوزر، جرافيك فيو، كالندر، LCD number، progress bar، horizontal line، vertical line ده ممكن نستخدمه كسبيسر برضه، open GL widget، وعندك queue quick widget، تعال نسيب دي كده، وكيو web engine view، حاجات اللي احنا هنستخدمها دي اللي انا هتكلم عنها. في حاجات ما استخدمتهاش قبل كده فعشان كده ما اقدرش افيدك فيها، مثلا الاوبن جي ال ويدجت دي انا امسح لان ما استخدمتهاش قبل كده. تمام. يعني مش حابب ان افتي فيها يعني،
فانا ما استخدمتهاش. فاحنا لو احتجتها في وقت، لو سيرشيت لقيتها هتلاقي استخدامها بسيط، واصلا ديزاينر بيسهل عليك الشغل. فانا بتكلم عن الحاجات اللي انا بستخدمها بس. عندي التكست ده اللي هو الليبل، ده مجرد ليبل. عاوز تعمل مثلا يوزر نيم وباسورد، فتكتب هنا يوزر نيم مثلا وتحط جنبها وتكبرها عشان تظهر يوزر نيم، وتحط جنبها ايه الاونلاين اديت، يبقى كده يوزر نيم وباسورد. ده تمام، مفيش اي مشاكل، بتعرض التكست بس. عندك بعده حاجه اسمها التكست براوزر، لو لاحظت لو جيت تكتب فيها مفيش. ليه؟ هي بتعرض لك كلام لكن انت ما ينفعش تكتب فيها، هي بتعرض بس. لكن لو انت عاوز تكتب، لا، استخدم حاجه من انبوت اللي هي التكست اديت او البلين تكست اديت. تمام. طيب جرافيكس فيو، كل الفكره لو انت عايز بقى تعرض رسومات معينه، مكعبات، مربعات، حاجات من دي، فبتستخدم جرافيكس فيو، بتبدا ترسم على اللي انت عاوزه. تمام. عند الكالندر ويجب، بتختار السنه اللي انت عاوزها في الكالندر، اهو اللي انت عاوزه، ويجيب لك انت واقف فين وتروح وبعد كده، وهي اصلا لوحدها فيها حاجات، وانت طبعا من الستايلنج وتعرف تضيف انت عليها حاجات زياده. تمام. طيب عند البروجرس بار، وطبعا شكله في الويندوز او في اللينكس هيختلف، هو في الماك شكله الستايل السيمبل ده، لكن طبعا عندك على الويندوز او على اللينكس هتلاقي استخدامه او طريقته خفيفه شويه. طبعا الستايلنج وكده هنتكلم عنه بالتفصيل، بس مش دلوقتي، في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي من غير السيم الكامل لكل ده. وعندي طبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا، الكيو ويب انجن فيو. ليه دي؟ دي خاصه بايه؟ دي خاصه ان انا لو عاوز اعمل متصفح، الموقع بقى بيتعرض فين؟ يعني مثلا لو احنا فتحنا مثلا سفاري اهو، لو انت عاوز تعمل حاجه زي سفاري كده، البادي ده اللي انا اللي بيتعرض فيه الكونتنت بتاع السايت ده، في اللي هنا اسمه ايه؟ كيو ويب انجن فيو. تمام. ممكن هي عادة تاخد منك، شايف يو ار ال بلانك، يعني احنا مثلا www.google.com، كتبنا جوجل غلط، google.com اهو. لو احنا كده رنينا، هي المفروض دلوقتي واخده اليو ار ال ده، فالمفروض ان هي تعرضه، بس طبعا بالكود بتعمل اللي انت عاوزه فيها. لو انت بتعمل متصفح هتستخدمها. تمام. طبعا ما فتحش، ماشي. يبقى كده احنا خلصنا الديسبلاي ويدجتس بتاعته. يبقى كده كل الويدجتس دي على الاقل عرفنا كل واحده بنستخدمها فين وكده. طبعا هنتعلمهم قوي بالتفصيل امتى؟ لما نبدا نستخدمهم فعليا في مشاريع. تمام. طيب تعال بقى نبص على البروبرت ويدجتس دي، نجيب اكتر الحاجات اللي انا هستخدمها لو انا شغال. هقول لك ايه اللي انت فعليا محتاجه، بس تعال نجيب باتنز عشان هو من اكتر الحاجات اللي ظهر فيها بروبرتي. خد بالك في الديسبلاي ويدجتس هوريزونتال لاين وفيرتيكال لاين، وهم اهو، وممكن تتحكم في عرضهم اهو، فتحسهم هيبقوا ايه، ممكن تستخدمهم ايه كفاصل، دول ينفعوا برضو. نقف على البطن ونجيب الويدز البروبرتيز دي ونتكلم فيها شويه. اكتر حاجات هتستخدمها اول حاجه خالص الاوبجكت نيم، عشان تعرف الاسم بتاعه عشان تتعامل معاه في الكود. تمام. هتشوف الجيومتري، فانت مش هتحتاجها. ليه؟ لان انت كده وكده بتكبر وتصغر منها زي ما انت عاوز، وتشيل وتحطه في المكان اللي انت عاوزه، فمش هتحتاج الجيومتري خالص. طيب تنزل تحت هتلاقي عندك الفونت، ودي انت ممكن تحتاجها عشان تعدل الفونت بتاعه وتقول هو بولد ولا ايتاليك ولا ايه بالظبط، زي ما احنا شايفين دلوقتي. يبقى الفونت يعتبر مهم جدا. بعد كده هتلاقي التول تيب، ودي فعلا مفيده جدا جدا جدا. بدل ما تكتبها في الكود، انت مثلا راح تعمل البوتون ده مثلا، تقول له بريس تو لوجن، يعني اضغط عشان تعمل لوجن. فلو انت عملت كده وقفت عليه فيظهر لك بريس تو لوجن، اضغط عشان تعمل لوجن. ودي تعتبر ميزه كويسه جدا. والتول تيب طبعا هنستخدمها مع كل الحاجات اللي عندنا في الاب. طيب وبعد كده عندك الحاجات اللي بقى دي مش محتاجينها خالص، الستايل شيت هنستخدمها، بس مش هنستخدمها من هنا، هنحط ستايل شيت للاب كله، فده تبقى احسن عشان يبقى في تناسق كده بين الاثنين. لا ملاحظ حاجه، فتح جوجل اهو، بص كده، سيبه شويه، فتح جوجل اهو، لحظه بس السكرول هو تقريبا لسه بيلود ولا ايه، بس مش عارف معنج ليه الديزاينر عندي على الماك في بعض المشاكل للأسف. تعالى نفتح تاني، دور بس دقيقة، هو بيعمل لودنج، ولو لاحظت فيه لودنج بيتم. فتح جوجل، ايوه جوجل اهو، وتكتب اللي انت عاوزه وتعمل سيرش زي ما انت عاوز. تمام. طيب في ايه تاني ممكن احتاجه؟ هتحتاج الايكون لو انت عاوز تعمل حاجه فيها شو زي ما احنا البرنامج داونلود زمان وريتك، فممكن تستخدم هنا الايكون وتجيب اللي انت عاوزه.
وعندك ال ايه تاني، نقف بس على البطن، ايوه، وعندك شورت كات لو انت عاوز مثلا تضغط، لما يجي عاوز يعمل لوجن يضغط مثلا كنترول معين في الكيبورد فتستخدمه برضو، الشورت كات هتستخدمها وبس. دول اكتر حاجات انت ممكن تستخدمها اصلا. تمام. طب بكده دلوقتي احنا بقى احنا عمال عرفنا ايه، عرفنا الكنترولز اللي عندي هنا، عرفنا المينز والتيل بارز، فاضل فيهم بعض الحاجات اللي نعرفها بعد شويه في الشغلانه يعني، وعرفنا البروبرتي اديتور وعرفنا ازاي بنستخدمه. طب هتيجي بقى نكريت حاجه ديمو، ده فعلا نكريت حاجه قلنا نحط الخصائص بتاعتنا ونستخدم الحاجات اللي احنا قلناها دي. تمام، الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا نكريت حاجه ديمو ونبدا نحط كل حاجه فيه قبل ما ننتقل لحاجه تانيه بعد كده. تمام، كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.